بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الأول لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على البروفيشنال ريسبونسابيلتي، يعني المسؤولية المهنية. هل عليك مسؤولية مهنية؟ آه طبعًا، مش إحنا لسه متكلمين الجزء اللي فات عن الإسكس أو الأخلاقيات، دلوقتي هنتكلم على إيه كمان يا جماعة؟ على المسؤولية المهنية. بمعنى إيه؟ بمعنى في بعض الموضوعات خلي بالك منها. معايا؟ زي إيه يا جماعة؟ احنا بنقول اهو issues of professional responsibility، بعض الموضوعات المهمه كمسؤوليه مهنيه بالنسبه لك. زي ايه؟ confidentiality، يعني ايه؟ يعني ايه السريه؟ يعني يا جماعه انا دلوقتي بشتغل عند شركه معينه، مش كده؟ الشركه دي لها اسرار ولها اكواد خاصه بها هي ولها شغلها هي اللي هي اللي تعرفه هي بس، ما اروحش بقى انقل الكلام ده من مكان لمكان تاني، او لما انا انتقل من شركه لشركه تانيه اروح انقل معايا السريه للشركه الاولى. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، في اسرار ما ينفعش تخرج بره الايه الشركه اللي انت فيها، تمام؟ خلي بالك احنا بنقول الكلام ده كله، احنا عارفين انك انت هتعمل الكلام ده من غير ما نقول لك، لكن برضه بننبه، خلي بالك معايا. الكونفيدنتاليتي اللي هي السريه، engineers should normally respect confidentiality of their employees، لازم تحترم، لازم تحترم سريه ايه الشركه اللي انت شغال معايا. جميل. ايه كمان؟ ability. يعني ايه ability يا جماعه؟ بقول لك قدراتك، انك انت ايه تبرز قدراتك وتعبر عنها تعبير جيد، مش تقول مثلا ايه انا قدراتي قليله وانت قدراتك عاليه، لا ما ينفعش، لازم تبقى well present، يعني ايه تمثل قدراتك تمثيل جيد معايا، وت accept وايه وتوافق او ترضى بالايه بالشغل اللي يناسب قدراتك انت. معايا يا جماعه؟ نقول ايه accept work which is out with their ability، ده ما ينفعش طبعا، shouldn't، ما ينفعش طبعا، مش كده؟ shouldn't accept work which is out with their ability. جميل. يبقى احنا قلنا كام ايه دلوقتي؟ كام مسؤوليه؟ اثنين، confidentiality السريه و ability. طيب في حاجه كمان، بيقول لك كمان ايه؟ intellectual property rights. intellectual property rights دي يا جماعه معناها ايه؟ معناها الايه حقوق الايه؟ حقوق الملكيه الفكريه. معايا؟ يعني ايه؟ يعني لابد برضو ان احنا نحترم الملكيه الفكريه للمؤسسه او الشركه اللي احنا شغالين فيها، مش كده؟ وايه كمان؟ وكمان ما اخدش كمان برنامج واقول ان انا اللي عامله وانا اللي مصممه وهو يكون برنامج لشركه تانيه. معايا؟ لابد ان احنا نحترم ما يسمى بايه يا جماعه؟ ها؟ الاكشوال بروبرتي رايتس، او الايه؟ ها؟ الحقوق الملكيه الفكريه. معايا؟ يعني لازم نحترم البيتنس، حقوق البيتنس والكوبي رايت، حقوق النسخ والطباعه، مش كده؟ such as patents وايه والكوبي رايت وهكذا. جميل. طيب ايه كمان يا شباب؟ بيقول لك كمان كمبيوتر ميس يوز، لا تستخدم الكمبيوتر استخدام سيء، وخاصه كمان وانت قاعد على مين؟ ها؟ على الكمبيوتر بتاع الشركه اللي انت ايه شغال معاها. معايا يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني اكون مثلا قاعد على كمبيوتر الشركه، وده وقت الشركه، وده وقت البرمجه بتاعي، وده وقت شغلي، مش كده؟ والعب جيم على الكمبيوتر، ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا، يبقى ده ميس يوز، استخدام سيء. يبقى اذا كمبيوتر ميس يوز، الاستخدام السيء ده ممنوع، ممنوع تمام انك انت تستخدم الكمبيوتر بتاعك استخدام سيء، وخاصة وانت كمان لو بتشتغل كمان على ايه؟ على برنامج محدد او برنامج لشركة، شركة وقتها مهمة بالنسبة ايه بالنسبة لها. معايا؟ تمام؟ وايه كمان؟ يعني ينفع كمان اقعد اجرب مثلا ايه ان انا اعمل احط برامج ويطلع فيها فيروسات مثلا؟ يعني املى الجهاز عندي بفيروسات؟ ينفع؟ لا طبعا، الاستخدام السيء طبعا البرامج بيؤدي لوجود ايه؟ فيروسات. معايا يا جماعه؟ اذا نقول مع بعض، لابد انك انت تراعي انك انت تستخدم الكمبيوتر بتاعك استخدام جيد، مش كده؟ والسلام عليكم ورحمه الله.